كلهم جميعا من يدافع على مشروع الصخيرات ومن هو ضده، أقول لهم لابد الآن أن تنظروا إلى الخطر الداهم، الخطر الذي لا يبقي منكم أحد. اتركوا الملفات اللي أنتم تختلفون عليها، ليس الآن وقت نقاشها ولا وقت التلاوم. الآن ارجعوا إلى شيء واحد، أن هناك حكم عسكر داهم غاشم، وقد جربتوه 40 سنة، قمع وظلم واستبداد وتجهيل وكذب وسرقات وكل أنواع السوء كلها اجتمعت فيه، وهذا وريثه أبشع منا وأشنع منا وأفظع منا. فلابد أن تنتبهوا إلى أنفسكم، ولا يغرنكم، لا يقولن أحد أنا بمنجى، والله إنه سيأتي حتى على أنصاره وعلى أصحابه سيتخلص منهم.